السيد الرئيس، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، شكرا سيد المستشار على طرح هذا السؤال. المغرب حدد استراتيجية وطنية طموحة للتنافسية اللوجستيكية سنة 2010، وذلك باش يكرس تنافسية الاقتصاد الوطني وباش يواكب استراتيجيات القطاعية ويجعل المغرب محطة لوجستيكية جهوية بالأبيض المتوسط وشمال وغرب إفريقيا. وتتهدف هذه الاستراتيجية إلى غاية 2030 لتتعتمد على مقاربة تشاركية من القطاع العام والقطاع الخاص إلى تقليص الكلفة اللوجستيكية وبروز فاعلين وطنيين رائدين في مجال اللوجستيك، إضافة إلى تحسين حكمة وأداء القطاع. وباش نبلغوا هذه الأهداف تم تحديد 5 محاور رئيسية، أهمها إقامة شبكة وطنية مندمجة للمناطق اللوجستيكية، تكوين الموارد البشرية اللازمة، وتحسين الحكمة بالقطاع وفق المعايير الدولية. في هذا الإطار تم تطوير عروض متنوعة من المحطات اللوجستيكية، خاصة بمنطقة طنجة المتوسط، طنجة المدينة، الدار البيضاء، المحمدية والقناطرة. وتم ايضا تطوير عروض للتكوين بالمدارس عند في المدارس في اسلاك المهندسين وايضا الجامعات ومعاهد التكوين التابعه لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، وايضا مؤسسات التكوين التابعه للقطاع الخاص، بالاضافه الى احداث الوكاله المغربيه لتنميه الانشطه اللوجستيكيه والمرصد الوطني للتنافسيه اللوجستيكيه. هذه الوزاره عملت مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وأيضا المجالس الجهوية باش يدرجوا تنمية المناطق اللوجستية ضمن برامج عقود تنمية جهوية. ومن أجل تسريع إنجاز محاور استراتيجية التنافسية قامت الوكالة بإعداد مخططات جهوية لتنمية المناطق تمتد على مساحات 1185 هكتار على مستوى مجموعة من جهات المملكة. في هذا الصدد تم إطلاق أشغال تهيئة 45 قطار بكلفة 350 مليون درهم للمحطة اللوجستية الأولى في أيت ملول بجهة سوس ماسة، غتمكن من توفير عقار لوجستيكي عصري سوف يساهم في تنمية التنافسية الاقتصادية لهذه الجهة. كما تم إبرام اتفاقية مع جهات فاس مكناس من أجل تمويل الشطر الأول للمنطقة اللوجستية راس الماء لتتبلغ 32 قطار بكلفة قدرها 300 مليون درهم. وشكرا.